في إماراتية كلمة تورية تعني الكثير، لأن هي الشيء اللي خلتنا المركز الأول اليوم، والمركز الأول باتر، والمركز الأول على قد ما إحنا نطمح. التراث هو أساس هالبيت، والتقاليد هي المبنى، واللي عنا نعمل فيه اليوم إحنا في الإمارات هو إحنا ناخذ الأساس ونهتم بالمبنى، لكن نجمل المكان بالحداثة. عواطفك، ملابسك، كلماتك، مفاهيمك تتغير. أي شيء يوصلني أقرب لحقيقتي، اللي أنا ثمينة.